مشاهدينا الأكارم، طيب الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا بانوراما الناس. أهلا بكم. سؤالنا لهذه الحلقة: لماذا السكوت عن الذي يجري في مدينة الكفرة؟ لماذا هذا الصمت الذي يخيم على هذا الجانب من البلد، في حين أن الكفرة الحقيقة تعاني وتقاتل أيضا؟ للمشاركة في هذه الحلقة الاتصال بالأرقام التالية التي ستظهر تباعا على الشاشة: 021-334-49-49، 021-334-50-50. بالإمكان أيضا المشاركة على صفحة الحلقة في الفيسبوك. الكفرة الحقيقة هناك حرب دائرة بالفعل من الكفرة. نتساءل: لماذا الكفرة ولماذا الآن؟ وما علاقة حرب الكفرة بأوباري؟ وكيف صنفت الحكومة هذا الاقتتال وكيف تعاملت معه وما قدمت له؟ يعني هناك الكثير من الأقاويل والكثير من الكلام قيل حول الكفرة وهذه الحرب. هناك من يصفها بأنها حرب قبلية بين قبيلتين الزوية والتبو، وهناك الكثيرون يصفون بأن هذه الحرب تمولها جهة خارجية من أجل فعل أو التقسيم في المنطقة الجنوبية، باعتبار أن الكفرة هي من المناطق الحيوية، وأن قبيلة الزوية والقبائل الأخرى الموجودة في الكفرة الحقيقة تشكل قوة رادعة، لذلك محاولة ضربها من هؤلاء. أيضا في مدينة سبها بأن هناك قوة من الطوارق أيضا يحاولون ضرب هذه القوة. معنا بداية السيد عبد الحميد الزوي، إعلامي من الكفرة. سيد عبد الحميد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيد عبد الحميد. ماذا يعني ماذا تصف لنا ما يحدث في الكفرة، وكيف تصف ذلك؟ الكفرة هي مؤامرة بدأت من حوالي 3 سنوات. الذي يحدث في الكفرة حقيقة لا يخفى على المسلمين. الذي يحدث في الكفرة لا نستطيع أن نقول أنه في الكفرة فقط، بل جنوب الليبي بالكامل مؤامرة تحاك منذ حوالي 3 سنوات. لكن هذه مؤامرة نستطيع أن نقول أنها قبل حوالي 4 أشهر أو 5 أشهر دخلت في حيز التنفيذ وحيز التطبيق من أجل البسط والسيطرة بشكل نهائي على جنوب الليبي بعد جلب المرتزقة والأجانب. حتى وصل الأمر يعني ما بعد جلب مجموعات من قبائل في شمال تشاد، سواء الوجندية أو القرعان أو المرجية أو بعض القبائل القاطنة في شمال تشاد، من أجل إغراءهم بالرقم الوطني ومنحهم الجنسية الليبية من بعض سكان الجنوب الليبي، وأيضا إضافة إلى استعانة بالتبو الغير ليبيين الموجودين في شمال تشاد أو في النيجر. يعني حقيقة الفترة الأخيرة يعني الأمر لم يتوقف على ذلك فقط، بل استعانت هذه القوات يعني حتى بمجموعات من حركة تحرير السودان، تحديدا حركة جناح أركم الناوي. هذه الحركة حقيقة تواجدت هنا في مدينة الكفرة ولا زالت تتواجد، تحاول دخول المدينة رفقة مجموعات من العصابات السودانية التي تحاول الدخول والسيطرة على مدينة الكفرة. هذه المجموعات حقيقة يعني مجموعات منظمة، مجموعات مسلحة متمرسة، لها دعم كبير، لها هناك دول وجهات وأطراف. نعم سيد، سيد عبد الحميد، سيد عبد الحميد، نعم كنت تستمع إلي. يعني نريد الحقيقة تسليط الضوء لا سيما على الوضع الإنساني في مدينة الكفرة، المستشفيات يعني والتموين، ووضع الوضع الإنساني لسكان الكفرة الآن. حقيقة بالنسبة للوضع الإنساني هنا في مدينة الكفرة، مدينة الكفرة يعني الاشتباكات لم تتوقف من حوالي 3 أسابيع منذ الأسبوع الأول. يعني مدير مكتب الخدمات الصحية الأستاذ إسماعيل عيضة أطلق نداء استغاثة إلى كافة الجهات المسؤولة في ليبيا لسد العجز والأشياء التي تنقص هنا، سواء من معدات طبية وأطقم طبية. حتى وصل الأمر يعني لتقديم نداء استغاثة للصليب الأحمر الدولي لسد هذا العجز. المدينة هنا حقيقة يعني هذا بالنسبة للجانب الصحي حقيقة يعتبر كارثي. الجانب الصحي هناك نقص كبير، هناك صعوبة كبيرة في عملية نقل الجرحى. الجرحى يتم نقلهم في مدينة طرابلس. نعم عملية النقل سيد عبد الحميد، عملية النقل يعني هل بالإمكان يعني هل مطار الكفرة مفعل يعني آمن للرحلات الجوية أو غير آمن؟ نعم
بالنسبة للمطار الكفرة يعني حاليا يعتبر واقف على العمل. من يسيطر على المطار هم مجموعة من الجيش الوطني إضافة إلى ثوار المدينة يعني. لكن مطار الكفرة يعني يعتبر في مرمى نيران القوى التي تحاول دخول المدينة يعني، أو القوى المتواجدة وتقوم بإحداث الاشتباكات هنا في المدينة. فبالتالي تم حظر وتوقف الطيران هنا في مدينة الكفرة، لكن تم إيجاد حل بديل وهو يعني إنزال المروحية في أحد الطرق الآمنة، ويتم نقل الجرحى منها إلى مطار النافورة أو حقل النافورة النفطي، ومنها يتم نقلهم إلى مدينة طرابلس. الجرحى وصلوا على دفعات لمدينة طرابلس. هذا بالنسبة للجانب الصحي يعني. أما الجانب يعني مثلا لدينا الكهرباء هنا في مدينة الكفرة منذ 5 أيام يعني، الكهرباء منقطعة على كامل مدينة الكفرة بالكامل. الكهرباء يعني خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن الأهالي هنا حقيقة صامدين، الأهالي هنا عازمين على 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 يعني حقيقة في شيء مهم بالنسبة للكهرباء. الكهرباء يعني لا يوجد خلل يعني ما عدا في أحد المحطات، هناك خلل بسيط يمكن إصلاحه يعني في أقل من يوم، لكن أحد المجموعات المسلحة التي تحاول دخول المدينة متمركزة بالقرب من هذا تمنع الطريق محطة الغازية، لكن هناك مفاوضات جرت مع السبل الليبيين من أجل السماح للأجانب للسبل غير الليبيين المتمركزين بالقرب من محطة الغازية من أجل السماح لرجال الكهرباء. نعم سيد عبد الحميد، يعني هناك نداء استغاثة قدم عن طريق البانوراما، هل من مجيب لنداءات الاستغاثة التي أرسلتموها عبر القنوات الفضائية أم لا مجيب؟ حقيقة هناك معدات طبية يعني أو أدوية بشكل شحيح يعني أتت لمدينة الكفرة. هناك يعني أعداد يعني أو بعض المعدات وبعض الأدوية وصلت المدينة، لا نستطيع أن نذكرها أن هذه تعتبر أمدادات. بعض الأمدادات يعني حقيقة جاءت بفعل بعض الخيرين. الدولة لم تتواجد بشكل فعلي، الدولة لم يعني الدولة همشت مدينة الكفرة وجنوب بشكل عام. يعني نتمنى هذا نداء آخر للدولة التواجد وإنقاذ الوضع الصحي هنا في مدينة الكفرة ودعم المستشفيات. نعم سيد عبد الحميد، يعني سمعنا أن هناك وفد يعني أن الكفرة استغاثت والحكومة ربما لم تجب إلى حد ما، ولكن تم توافد من رجال المصالحة وصلوا إلى بعض المناطق هناك ولكن لم يتمكنوا من دخول الكفرة. يعني كيف حدث هذا؟ وفد من المصالحة كان في وفدين التقيا في منطقة الشخرة تحديدا بالواحات، كان في مدينة الكفرة بعد تواصله مع الأعيان هنا في مدينة الكفرة. الجانب الآخر يعني يعني هناك حقيقة يعني صعوبات واجهها هذا الوفد نتيجة لوجود طرف ثالث يعني في هذا الصراع. هذا الطرف الثالث يعني يعني لا يستطيع الجلوس معه، يرفع السلاح، يحاول استعزعة الأمن، وبالتالي بعد إجراء مشاورات واتصالات مكثفة من هذا الوفد لم يتم التوصل لإيجاد أو حل حتى وصول هذه القوى يعني لم تتمكن من دخول المدينة بسبب تعنت والطرف الثالث الذي جل يعني جل من أعضاء هذا الوفد الطرف الثالث هم من الأجانب حقيقة. وبالتالي يعني هذه الجهود لم تنجح، عاد الوفد الذي من المنطقة الغربية أو المنطقة الشرقية إلى مدنهم بعد فشله في التوصل أو حتى القدوم لمدينة الكفرة. مدينة الكفرة حقيقة اليوم حقيقة يعني نعم سيد عبد الحميد الإعلامي من الكفرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، يعني كما سمعنا من السيد عبد الحميد أن الكفرة الحقيقة في معاناة كبيرة وفي حرب ضروس الحقيقة تقام. أحمد العاقوري من بنغازي، سيد أحمد السلام عليكم. مرحبتين خويا، السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك خويا أحمد. مرحبتين خويا، أول شيء نترحم على الشهداء اللي استشهدوا غرقا الأطفال الصغار من بنغازي، الله يغفر لهم ويرحمهم إن شاء الله. منك نبي نحكي بالله عليك على موضوع تاع طريق تاع جدابية اللي تربط بنغازي. جدابية بنغازي؟ يعني نحكي أنا بالله عليك، أنا من سكان بنغازي ونسكن بالهواري بالضبط. يعني بالله عليك أنا نتمنى أن الرسالة هذه توصل نبي من خوتنا في جدابية ومن قمينس ومن مقرون ومناطق غير أن يفتحوا لنا طريق لعائلاتنا. بالله عليك عائلات هذين يعني شنو وراهن يعني بالضبط؟ نعم بما انك خارج الموضوع، ولكن اذا كان النداء تفضل سيد صار للاطفال في البحر. بالله عليك يعني مهما يكون يعني ليبيين ومسلمين نحن يعني الله محمد رسول الله لا اله الا الله يعني مهما يكون يعني
نعم تفضل خوي بإيجاز خوي عقوري. الشيء اللي صار بالله عليك يعني نتمنى أنا يعني من تفضل خوي أحمد، خوي أحمد تفضل. يعني مش منتمي لأي طرف. نعم تفضل إذا كان نداء إنساني تفضل خوي أحمد. يعني نتمنى منهم بالله عليك يعني نتمنى من القابسي ونتمنى من جبران ونتمنى يعني من مسجد شورى ثوار بنغازي يعني يأمنوا طريق العائلات يعني في النهاية أنا ما نشعرهم شيء يعني وفي نفس الوقت يعني ضاق المر مهما يكون الواحد قاعد عند قريبة عند خوه عند عم يعني بالله عليك يشعر في حاجة ناقصته وشيء بالله عليك قسما بالله إن أثر فينا ويعلم الله إن يعني أطفال صغار يعني إلى الله محمد رسول الله من دمت نحن بنقعد هكي. نعم في نهاية يعني في نهاية الموضوع نحن مطاف ليبيين يعني. نعم أتمنى أن نوصل نداءك سيد يعني توصل إنا للقابسي وتوصل لجبران لخاصة كنجدة إنهم يأمنوا الطريق. نعم سيد أحمد العقوري من بنغازي يعني مش نعم ما لهمش أي يد في الموضوع. نعم شكرا جزيلا لك أخوي أحمد العقوري من بنغازي، أرجو أن يكون هذا النداء وصل بأن تؤمن الطرقات للعائلات لكي لا نقع في فواجع كالفاجعة التي وقعت الأيام الماضية لهذا القارب. معنا محمد من إجدابية. سيد محمد أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. والله حبيت أطمن أخوي أحمد العقوري ونقول له إن شاء الله طريق سالمة إن شاء الله إن شاء الله. عائلات ومدنيين وأطفال مرحبتين في بيهم في مدينة إجدابية إن شاء الله. نعم وضعهم هلنا يا أخوي أحمد إن شاء الله. بارك الله فيك أخوي محمد، شكرا جزيلا لك. أخوي محمد نتحدث عن الكفرة، لماذا السكوت عن الذي يجري في الكفرة من وجهة نظرك؟ الله يا أخوي الكريم الحديث معك شيق جدا جدا، لكنني حبيت أنا في إدارة البرامج أن تسمح لنا بزيادة وقت برنامجك يعني صراحة إن شاء الله يستمعون حتى نستفيد يعني. نعم إن شاء الله أخوي الكريم. نعم نعم تفضل أخوي. اللي يحدث في الكفرة والله الصدق أنا على بعد من كفرة، لكن هو مؤامرة كبيرة جدا جدا يعني كيف ما يحدث في سبها ويحدث في سرت يعني أجندة مختلطة، لكن القريب للكفرة واللي يعرف الكفرة كويس هناك أجندة ديموغرافية يدعو إليها البعض لتغيير الخريطة منطقة الساحل الأفريقي بعد ما ثبت أن لدولة فرنسا أجندات خاصة لهذه المنطقة. تتعلم أخوي كريم أن فرنسا كانت مستعمرة لبعض المناطق الأفريقية وهذه المناطق بعد الثورات العربية اللي حدثت شهدت نزاع أقليات كما يعرف هنا في العالم، فرأت أن فرنسا أن تنشي دول يعني وعدت كي ما زالت أن تنشي دول منها دولة أزواد ومنها دولة ما يعرف دولة التبو اللي تمتد من بوابة 60 شمالا جدالية الى الحدود المصريه الى حدود تشاد الى مرزق الى غاز، هذه دوله تبو الموعوده بهم على فكره يعني. وفي نعم اخوي عليها معلومه وصلتني. تفضل يا محمد. فرنسيه اخوي الكريم شركه فرنسيه تقوم بغربله الذهب في الجنوب الليبي، والذهب هذا معروف يعني انا اتمنى حد من الكفره يعطيك معلومه اكثر عليه يعني، والذهب هذا يهرب الى دولة تشاد ومنا اتى الينا الى الشمال يعني وذهب خالص جدا جدا. نعم سيد واترك الفرصه لغيره. شكرا لك اخوي الكريم. شكرا شكرا يا سيد محمد من اجدابي بارك الله فيك. معنا بنت فبراير من اجدابي ايضا. بنت فبراير اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. يا سيد محمد معلش كلمتين بس اخ احمد العقوري توا كلمتين تفضل تفضل. نقول لكم يا احمد راه بالعكس والله انت طريق مش مفكره يعني بغازي نسبه 90% قاعدين عندنا في الجزائر بالعكس ما حاسين بيهم ويا ريت يا ريت ما يمشيش فكر مع طريق البحر. احنا حتى بغازي مش حخلوهم يخشوا بس يجوا هنا حيروحوا الجزائر حيجوا يحتوا واحد زي مدينتهم يعني خلاص وصلوا. بارك الله فيك اختي بنت فبراير. يعني شو بك البغازي طالما وصلوا الجزائر يبدا يحطون في حواسين يعني احنا اللي نطلع باذن الله. الله يبارك. بالنسبة للي يحدث نعم. الكفرة يا أخوي محمد هذا غياب الدولة نعم. راه الدولة لم ما فيش دولة، الدولة غائبة بكل على الجنوب الشرقي والغربي كله أيوة و... نعم. والمفروض على الأقل سوى يحاولوا نحن صح عندنا ناس قوات لكن على الأقل أهو يعني تحاول كل مدينة تبعث مثلا كتبتين ثلاثة وتنشرن على الأقل في
في شمال افريقيا ما بعد الكفرة يعني عرفت في شمال نعم. افريقيا يعني جنوب الكفرة كانت تشرق قوات يعني مثلا كل مدينة نعم أختي بنت فبراير، أختي بنت فبراير كلماتك الأخيرة لم تصلنا لأن في تقطيع في الصوت. شكرا جزيلا لك أختي بنت فبراير. أيضا الشكر بالتأكيد أن السيد محمد من أو العقوري من بنغازي سيد أحمد يشكر لكم وقفتكم وليس غريب على إجدابي حقيقة. سيد مفتاح من بنغازي، مفتاح أهلا وسهلا بك يا سيد. أهلا وسهلا بك أخوي مفتاح. إن شاء الله أخوي مفتاح. نعم تفضل. وإن شاء الله ربي يصلح الحال وال نعم إن شاء الله. نعم أخي تسمع فيي مساة العائلة اللي في بنغازي هذه ربي ترحمهم إن شاء الله. إن شاء الله كنت أظن حتى نحن عندنا نداء استغاثة يا جماعة بنغازي، أرجو وقف الجرافات علينا، وقف الجرافات اللي جيبهم في السلاح ويهجم في السراح في بنغازي، جبهة في مقاتلين البنغازي. هذا شيء مسؤول تراه يا سيد محمد، مش لما نقول الحقيقة تقولوا لا مش حقيقة. يعني تمنى دار الإفتاء نعم تستشبان اليوم نعم القتال أخذ في بنغازي كانت خوي أكثر. نعم خوي مفتاح، خوي مفتاح يعني وصلت كلماتك. إن كانت الجرافات يعني أنا لن أتحدث في هذا الموضوع، ولكن هناك حاويات تدخل إلى بنغازي وتدخل إلى طبرق وتدخل، لكن نتحدث من ناحية إنسانية خوي مفتاح. نعم خوي مفتاح، خوي مفتاح أنا أريد رأيك في الكفرة، يعني ما يحدث في الكفرة الآن، لماذا هذا السكوت عنه؟ أنا أهلي وأصدقائي في الكفرة تمنى لهم كل الخير، وبدأنا نحن الليبيين وخاصة في برقة بدينا نشكك في أي حاجة تصير كانت فيها الدروع، لأن الكفرة كانت فيها الدروع منها يوقع أي شيء يصير فيها، سابها كانت فيها الدروع أي شيء يصير فيها. يعني يا سيد لكن شوف يا سيد محمد تفضل تفضل. والله العظيم أنا أتأسف عليها، والله غيري أنا تقعدوا فيها ثوار يا راجل، وزنتان هم اللي أزلام، تركة هم اللي أزلام، يعني حاجة غريبة بكتل، والله حاجة غريبة. يعني أنت ترى أن الكفرة ما يحدث في الكفرة ثوار، والله العظيم ناس صارت عليه 17 فبراير، لكن لما جوها الدروع وخرجوها جماعة بنغازي رمشوا لها، مش جماعة بنغازي زياد دلعموني خربوها لعن بكرة علي بعد بكرة. لكن الآن ما يحدث في الكفرة، لأن ليس هناك دروع، جماعة بنغازي مش في الكفرة الآن، الآن ما يحدث في الكفرة بين الزوية يا سيد نعم. يا بعض الزوية يكونوا شجعان، هم سبب الفتنة في الكفرة. كيف أقيمت الفتنة في الكفرة؟ لكن هناك من يقول أن ما الحرب في الكفرة هي حرب يعني على ليبيا كلها، محاولة لفصل الجنوب عن الشرق وعن الغرب، وأن فرنسا تحيك في هذا الأمر وأن الإمارات تمون هذه الأمر، ما رأيك في هذا الكلام؟ هذا احتمال وارد، ممكن الدول كلها طمعت فينا، نحن حتى قطر طمعت فينا يا رجل، حتى قطر بدأت تصير فينا. نعم لكن هذا احتمال وارد، لكن أنا من الصراع في ليبيا اي مكان دخلوا له الدروع قدرت فيه فتنه مستمره، تعرف لو كان برقه. لكن على ذكر الدروع، على ذكر الدروع، الدروع نعم. لا وجود لهم في اوباري سيد مفتاح، ما فيش دروع في اوباري وقامت الحرب الان. انا حطيت لك احتمال ان تكون في مؤامره، هي نعم في مؤامره، لكن السيد ما يحدث في ليبيا الا سبب الدروع اللي هي مؤتلجه واللي تاخذ فيها امرها متوحه، تاخذ في اوامرها من يا راجل تاخذ في نعم. شكرا وبارك الله فيك. نعم اخوي مفتاح شكرا جزيلا لك. اخوي مفتاح انا لا يعني كنت ارغب في الاطاله معك، ولكن التعميم هكذا وقضيه الدروع مع قضيه الدروع، يعني نتمنى ان هناك ادله، لان الاغلب من الليبيين يرى ان هذه مؤامره من خارج البلد على البلد، وضرب الكفرة يجب أن تضرب الكفرة وأن تضرب باري وأن تضرب سبها ليتمكنوا من السيطرة أو قسم البلد وخلق دولة أخرى. نعم معنا السيد إسماعيل العيضة الآن. سيد إسماعيل مدير الخدمات الطبية بالكفرة. نعم سيد. سيد إسماعيل أهلا وسهلا بك. مرحبا أخويا، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين الكرام.
نعم سيد إسماعيل، باعتبارك مدير الخدمات الطبية بالكفرة، ما هو الوضع الإنساني لل يعني للجرحى أو لل إن كان هناك مستشفى يقوم على هذه الحرب؟ أولا في البداية لابد الشكر لقناة بانوراما، حقيقة واكبت أحداث الكفرة منذ البداية، وكأننا في ليبيا لا توجد إلا قناة أو قناتان فقط، أما الباقي القنوات اللي حاولنا التواصل بهم لم يصل صوتنا ولم يتم نداء الاستغاثة إلا عبر قناة كما هذه الشهادة يشهد بها كل أهالي مدينة الكفرة. تواصلنا مع عدة قنوات من أجل نداء استغاثة لهذه المدينة التي تعتبر مدينة منكوبة. أخي الوضع الإنساني بصفتي مدير الخدمات الصحية لمدينة الكفرة لبلدية الكفرة، الوضع الإنساني الآن قرابة الكفرة تعيش يومها الخامس على التوالي في ظلام دامس، وقرابة 25 يوم في كهرباء متقطعة على معظم أنحاء المدينة. إذا الاستغاثة لم يتم استجابة إلا استجابات وبعض الإمكانيات التي وصلت إلى مدينة الكفرة عبر العمودية، وكانت تقول طائران عمودي لرحلة واحدة فقط نقلت بإمكانيات بسيطة جدا من أهالي الواحات مشكورين من جالو أوزرا وشقرة، ونشكر الخدمات ونشكر الإمداد الطبي في طرابلس الذي وصل وتواصل معنا في إرسال بعض المعدات الطبية وبعض التجهيزات الطبية إلى مطار النافورة، ولكن في كل الحلقات نتحدث أن الكفرة هناك حصار عليها من قبل الجيش الليبي، وأنا عندما أتحدث أعرف ما أقول، عليها حصار من قبل عفوا سيد محمد، سيد إسماعيل. نعم. يعني النقطة هذه أرجو توضيحها، أنا ما فهمتهاش، يعني كيف الجيش الليبي يحاصر الكفرة وأنت تقول أن الجيش الليبي تحاربون؟ يحاصر الكفرة يا أخي عند منطقة الشعلة، الجميع يعرف الشعلة، الشعلة تبعد من الكفرة قرابة 420 كيلو من الكفرة، هذه النقطة اللي اسمها الشعلة معروفة لدى جميع سكان أهالي مدينة الكفرة التي يتراوح سكانها 60,000 نسمة، هناك عصابات تحمل صفة الجيش الليبي مدعومة من قبل رئاسة الأركان، وفي كراسي السيارات مكتوب عليها رئاسة الأركان الجيش الليبي متواجد في منطقة الشعلة. شوف سيد نعم سيد، يعني أنا ما فهمتش ماذا تعني بالجيش الليبي، أو أن هناك من ينتحلون الجيش الليبي محسوب على طبرق، الجيش الليبي محسوب على برلمان طبرق، وأقولها وأنا متحمل المسؤولية الكاملة عبر قناتكم، هناك حصار في مدينة الكفرة من قبل رئاسة الأركان في الجيش الليبي من برلمان طبرق، هذا من أكثر من نداء لوجه الاستغاثات، هناك حصار في مدينة الكفرة يمنع الدواء دخولها إلى مدينة الكفرة، وتمنع حالات الإسعاف التي تنقل الجرحى إلى مدينة الكفرة، عند نقطة الشعلة متمركز ميليشيات لا تحمل أرقام وطنية ليبية، متواجدين باسم وغطاء الجيش الليبي ومدعومين من الجيش الليبي، وأنا متحمل المسؤولية الكاملة في القضاء. نعم. تمنع على دخول الكفرة، فلذلك مدينة الكفرة وصلت مروحتين لمدينة الكفرة. نعم الكفرة سيد إسماعيل، الكفرة مغلقة من الشمال أم من الجنوب؟ يعني الهجوم من الجنوب. من الشمال، وهناك عدو خارجي من الجنوب عند البوابة، الآن نتحدث معك وهناك يعني قصف واشتباكات عنيفة تحصل في مدينة الكفرة من نقطة شمال مدخل الجنوبي من مدخل جنوبي مدينة الكفرة، ومحاصرة من قبل الشمال، يعني وكأن هذه المدينة كل القنوات الإعلامية في ليبيا رحلت صوت المواطن في مدينة الكفرة حتى لا تخرج مدينة هذه المدينة، المؤامرة نعرف أن هناك مؤامرة على مدينة الكفرة، ولكن يا أخي أنا كمسؤول أتحدث وكمواطن أتحدث، هناك كل ما تحاك هذه المؤامرات نحن أقوى منهم ونحن نقوم فيها. نعم خوي عبد خوي إسماعيل سيد إسماعيل. نعم سيد إسماعيل قدمتم، نعم سيد إسماعيل قدمتم نداء استغاثة للمؤتمر الوطني والحكومة، هل تم استجابة لهذه النداءات؟ النداء الاستغاثة تم الاستجابة له من قبل المؤتمر الوطني فقط، أما الحكومة لا حياة لمن تنادي، وأنا مسؤول عما أقول، هناك من قبل المؤتمر الوطني على وتم نقل الجرحى متابعة الجرحى في طرابلس، متواجدين في طرابلس وعبر قناتكم تم زيارة الجرحى متواجدين في مدينة طرابلس، أما في حكم مدينة الكفرة حتى هناك من يريد مد العون إلى مدينة الكفرة ولكن لا يستطيع لأن المطار مغلق، وسبب غلق المطار معروف من هو السبب، رمي على المطار بالقذائف الهاون وبالأسلحة الثقيلة لمنع الكفرة، يعني يريدون الكفرة مدينة محاصرة من كل شيء، طيران وعلى البر هناك على الساحل على الشمال وهناك المدخل الجنوبي المدينة،
نحن توجهنا وقلنا تم حرق النجاة في داخل المدينة، ولكن يا أخي نعم الآن نتحدث سيد إبراهيم. نعم. الآن سيد إسماعيل، يعني الآن كما ذكرت أن المعارك محتدمة، يعني إمكانياتكم في الإمكانيات لإسعاف الجرحى، يعني هل هناك إمكانيات حتى الإسعافات الأولية مثلا في الكفرة؟ أخي والله أنا لا أخفي عليك أن الوضع سيء جدا، ولكن نحن نقدم ما يوجد لدينا، وحتى أن لم يوجد نحن قدمنا نداء استغاثة إلى أخوتنا الليبيين وإلى الحكومات المتواجدة، ومن لبى ندائنا وحاول يساعدنا، ولكن عبر الحصار البري وعبر المؤامرات التحاكي مدينة الكفرة والطمس صوت أي مواطن من مدينة الكفر حتى لا تخرج الإعلام وعلى ما يحاك فيها، نحن نتألم ونتمنصبر إلى الله من أجل أخوتنا الليبيين، حتى نحن عارفين مصائب المصحافة بسرد، لكن مدينة الكفر ما يحاك فيها الوضع خطير جدا، ولكن حضرنا دائما الاستغاثة الوجه وكأن الاستجابة كانت قريبة جدا، ولم نعرف بيان الحكومة الذي صدر وبيان المؤتمر الوطني. نعم. أن الحكومة في طبرق حقيقة لم تتجاوب معنا ولا بأي شيء، ولم تمد من الكفرة. نعم. بأي شيء ولا مسؤول عن المعقول يا أخي. نعم سيد محمد، سيد إسماعيل، نحن متواجدون وباقون، وحتى لم نداوي جرحانا فنحن نحافظ على هذه المدينة والتي روى الأرداف بالدماء، نحن باقون فيها. نعم. نعم أريدك أن تحدثني سيد إسماعيل، سيد إسماعيل أريدك. نعم. أن تحدثني عن وضع الكهرباء، يعني سمعنا بأن هناك عصابات تمنع رجال الكهرباء من الوصول إلى الأعطال أو إصلاح هذه الأعطال. يا أخي لا يوجد مواطن ليبي ولديه غيرية في ليبيا يحرق ممتلكات الليبيين، حرق العيادات، تم قصف المحطة الغازية، المحطة الغازية اللي تعتبر من المحطات على مستوى ليبيا، يعني تخيل المحطة الغازية الموجودة في مدينة الكفرة في بعض الأحيان يتم تشغيلها حتى في شمال بنغازي، الإمارة في شمال بنغازي. يا أخي هذه العصابات عاشت فساد وبدأت في تخريب ممتلكات للشعب الليبي. نحن تحملنا لأكثر من 5 أيام المستشفى، الآن نتحدث معك ونحن داخل المستشفى ولذلك الكهرباء المستشفى تتوقف الآن والله 4 ساعات مورد المستشفيات موقوفة، ولكن الوضع سيء ونحن الله غالب، يعني متواجدون بما نملك. نعم سيد إسماعيل العيضة مدير الخدمات الطبية بالكفرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى هذا الفاصل، نعود بعده. الآن يمكنكم التواصل معنا عبر صفحتنا على الإنترنت www.lbc.ly، ونطل عليكم عبر صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/lbc.ly، وتويتر twitter.com/lbc.ly. كما يمكنكم متابعة برامجنا على اليوتيوب ليبيا بانوراما. لإعلاناتكم على قناة ليبيا بانوراما يرجى التواصل معنا على الرقم التالي 091-106-77-77 أو على البريد الإلكتروني idv@lbc.ly. قناة ليبيا بانوراما دائماً في خدمتكم. مشاهدينا أهلاً بكم من جديد، نرحب أيضاً بمن التحق بنا في هذه اللحظات. وصلنا الآن إلى فقرة إجاباتكم أو آرائكم على صفحة القناة، صفحة البرنامج في الفيسبوك. نبدأ بالسيد عياد، يقول ما يحدث في الجنوب الليبي هو مؤامرة على الوطن، ويجب على حكومة الإنقاذ المزيد من الدعم الحقيقي، لا نريد دعما عبر وسائل الإعلام فقط، والله المستعان. أيضا صالح محمد صالح المسماري، بكل صراحة هنالك تخاذل من كل السلطات الموجودة حاليا في الكفرة، لا تدافع عن نفسها، تدافع عن وطن اسمه ليبيا. هناك حرب حقيقية تجري الآن، الاقتطاع جزء غالي من الوطن، لا يكفي أن نقوم بتنديد
بالبيانات أو تصريحات فقط أو تستقبل جريح أو اثنين، الكفرة تستحق أكثر من ذلك. تقول زينة: هو مؤامرة خارجية مع أطراف داخلية، والسكوت هو بسبب ضعف حكومة الإنقاذ لأنها لم تدعم التجار لا بالسلاح ولا بأي شيء، وحكومة طبرق هي طرف في النزاع، وهي طرف من الأطراف التي تريد دمار ليبيا. يقول العقيد بوشهاب: بارك الله فيكم على اهتمامكم بالكفرة، تقريبا بانوراما القناة الوحيدة التي تعطي في موضوع الكفرة، وأتمنى أن يكون هناك تغطيات مصورة داخل الكفرة، وبشركم بأن التوار في الكفرة لن يسلموا الجنوب للمرتزقة القتلة، وأن التاريخ يعيد نفسه، وقبائل الزوية كانت ولازالت صمام الوطن ولن تخذله بعون الله. يقول قريبي تقريبا: موضوع الأحداث في الكفرة هو مؤامرة خارجية تنفذ من قبل بعض أهالي الجنوب، وذلك طمعا في تكوين دولة للتبوة والطوارق على حساب وحدة التراب الليبي. يقول جعفر: السلام عليكم، أنا من الجنوب وتحديدا من وادي الشاطئ، إحنا المدينة الوحيدة في الجنوب اللي ما عنده إلا تبو. نعم، يقول: نعم أنا مواد الشاطئ، إحنا المدينة الوحيدة في الجنوب اللي ما عنده لا تبو ولا طوارق، ونعيش في أمن وأمان لأن وادي الشاطئ كل الناس تعرف بعضها. أنا قبل سنة ونصف كنت نقرأ في مدينة مرزق كلية الاقتصاد على متشادي رفرف فوق المدينة، والسفير الفرنسي عمل زيارة لمرزق واجتمع بالتبو. كانت هذه أغلب المشاركات في على صفحتنا، نشكر كل من ساهم وشارك وأدلى برأيه على هذه الصفحة. معنا أخت التوار من بنغازي. أخت التوار أهلا وسهلا بك. أخت التوار، يبدو أننا انقطع الخط أو الاتصال بأخت التوار. الحقيقة أن الكفرة استغاثت ولا زالت تستغيث، وصلها بعض الإمدادات الطبية، يعني كما قال السيد إسماعيل الآن بأن المطار لا يعمل، لا إمكانية لتشغيل المطار لأنه في متناول القصف. ولكن هناك من يتساءل أيضا ما يحدث في الكفرة، هو ما الذي يحدث في الكفرة؟ هل هو قتال بين قبيلتين ليبيتين كما يقول البعض، أم أن ما يحدث في الكفرة هو دفاع عن التراب والعرض ضد دخيل أجنبي؟ كما قال الناطق الرسمي. نعم، من معنا؟ أخت التوار أهلا وسهلا. أخت التوار أهلين أستاذ، أهلا وسهلا بك أختي. ألو، تفضلي. ألو ألو. نعم نعم، أستمع إليك. استمعي لي من الهاتف أختي. أخت التوار. أيوة. نعم نعم، نستمع إليك، أنت على الهواء. يبدو أن هناك خلل. أيوة. أنا سمعت فيكم. ألو، أسمعيني من الهاتف أختي. أخت التوار، يبدو أن هناك خلل لدى أخت التوار في الهاتف، لا تستمع إلينا. حاولي الاتصال مرة أخرى أخت التوار. كما قلنا بأن هناك ناطق رسمي باسم القوات المسلحة السودانية تحدث على أن هناك أو حكومة طبرق تأوي متمردين من حركة ميني أركوم ناوي، وتقدم الدعم والمساندة لهم بغرض مشاركة قوات حفتر في القتال. هذا يقول الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية. محمد من الكفرة. سيد محمد. أيوة، أهلا وسهلا بك أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي محمد، نستمع إليك. طبعا اليوم نحن اليوم وأكثر من أكثر من 20 يوم يدك هذا الحي، حي قذفي طبعا، بصواريخ والدبابات والهاون والحوذي وجميع أنواع الأسلحة، وقتل العشرات من النساء والأطفال والشيوخ. وما يحدث في الكفرة شيء خطير جدا، إنها إبادة للتبوية يا أخي الكريم. وأعلن في طرابلس أيضا الجهاد ضد أقلية التبو في الكفرة والجنوب بصفة عامة. سيد والله، حتى الجثث في داخل الأحياء طبعا، ما عندنا ممر خارجون باش ندفنهم، حتى الأحياء. نعم. حتى الجثث ندفن فين؟ داخل الحي. نعم سيد محمد، يعني أنت تتحدث
يعني لا أدري الآن من داخل حي قدرفي الآن حي قدرفي نعم حوض ذروة بجميع أنواع الأسلحة نحن نعم الآن نعم سيد أخوي محمد جماعية يا أخي الكريم أخوي محمد نعم أستمع إليك ولكن يعني ما أسباب هذه الحرب التي تشن وهناك من يقول أن هناك قوات من خارج الكفرة أو من خارج ليبيا أتت لضرب الكفرة ما رأيك في هذا؟ لا توجد قوات تأتي من خارج الحدود طبعا الحدود وما حول الكفرة الزويات هم الذين يسيطرون على بوابة 3-3 و5-5 و4-4 أين تقع هذه البوابات سيد محمد؟ في الجنوب أم في الشرق أم في الغرب؟ البوابات على جنوب منطقة الكفرة وعلى ضواحي منطقة الكفرة يعني البوابات في الجنوب أم في الشمال هذه التي إذا كانت هناك قوات تدخل إلى الكفرة فهم أدرى بذلك ونحن في داخل الحي يعني أنت تقول بأن ليس هناك قوات أخوي محمد أخوي محمد أنت تقول بأن هناك ليس قوات القوات التي تقاتل لم تأتي من خارج الكفرة وإنما هو يعني قبلي بين التبو والكفرة فيما بعد بين قبلي وإذا هو في مثل بيقول ضربني وبكى سبقني واشتكى يعني هذا المثل الآن ينطبق في الكفرة لكن هناك بعض الذي شوف أخوي محمد هم اللي يدمروا هم اللي يقتلوا في الشيوخ ويقتلوا في الأطفال نعم. وكذا نعم. ونسمع في الإذاعات نعم. إنه نعم أخوي محمد يقصفوا فينا بالدبابة بالهاون نعم يعني الطريقة هذه يعني ما نوصل لبر الأمان نعم أخوي محمد دعني أسألك ما دمت أنت من حي قدر في يعني ما هو الوضع الإنساني أو معاناة المدنيين سيء لأبعد الحدود وضع الإنساني سيء لأبعد الحدود من بشدة تبقى الناس وكذا ما نقدرش حتى الدفن ما نقدر ندفن فيه الموتى نعم أخوي محمد ولكن من يسأل أخوي محمد الإنساني سيء جدا سيد حتى محمد لا توجد لنا في الحي نعم سيد محمد أريد أن أسأل عن المطار يعني من يمنع هبوط الطائرات أو طائرات المساعدة في المطار مطار الكفرة نعم هبوط الطائرات المطار من يسيطر عليه هو المدعو سليمان حامد هذا اللي يسيطر على المطار من اللي قاعد في المطار هو سليمان حامد نعم هو من يمنع نزول هو من يمنع نزول الطائرات تتحرر من عصابات الإرهابية اللي تقتل في الأطفال وتدمر في اللبا إن شاء الله في عمة قريب تتحرر الكفرة سيد محمد إلى من تنتمي هذه العصابات الإرهابية التي تقصف الكفرة الآن داخل الكفرة داخل الكفرة العصابات مدججة بالأسلحة بالدبابات بالهاون بالهوزر نعم ولكن بالتأكيد أنهم ليس كل أهل الكفرة هم عصابات ولكن هذه العصابات لمن تنتمي ومن يدعمها ومن يحميها نحن في الحي لا ندري من يدعم هذه العصابات الإرهابية المتمردة التي تقتل الأطفال والنساء نعم. والشيوخ نعم أخوي محمد هل هناك مساعي لوقف الاقتتال في الكفرة يعني بينكم أو في اجتماع صار في الكفرة طبعا الطرف الآخر قال لنا إن يعني يا 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 نطرد هؤلاء الفتالة أم نموت داخل الكفرة ما هذه العقلية التي ينطق بها في الإذاعات وفي المناظر الإعلامية طبعا نعم. الكفرة الآن نحن في حي القدرفي لكن أنتم ألا تدعون إلى الصلح سيد محمد نحن ندعو للصلح فأيدينا نعم. ممدودة وبالتأكيد للصلح ولكن هؤلاء هم من لا يريد الصلح هناك عدة مساعي لكن لا جدوى له نعم هل قدمتم سيد محمد سيد محمد هل قدمتم نداء استغاثة لحكومة وهل لبت نداءكم مثلا لا عدة مساعي لكن لا أذان صاغية يعني قدمتم استغاثة ولكن لم يستمع إليكم أحد نحن في الحي نقتل ونقصف شبه يومي نعم أخوي محمد نعم أخوي محمد شكرا الله إن شاء الله ستحرر الكفرة من هذه العصابات المارقة إن شاء الله ستخرج العصابات من الكفرة ويعود الوئام إلى الكفرة يعني كلكم كنتم تعيشون يعني في منطقة واحدة وفي بلد واحدة وبينكم حتى المصاهرة يعني نتمنى أن يعم الهدوء الكفرة وأن تتخلص من
هؤلاء الذين يحاولون الجز أو بالكفرة في هذا الأتون وبأهل الكفرة. نعم سيد محمد، ذهب السيد محمد. يقول أن السيد محمد بأن هناك انتهاكات وهناك قتل وهناك وهناك، ولا أحد يعرف ما هي من هي العصابات، وأن ليس هناك دخول لقوات أجنبية من خارج البلد. الحقيقة في حين أن هناك شواهد كثيرة تقول بأن هناك قوات من خارج الكفرة، من خارج ليبيا دخلت والآن هي على مشارف الكفرة. نعم لدينا اتصال. أخت التوار بنغازي، السلام عليكم. السلام عليكم، تستمعين إلينا الآن؟ هيك تمام إن شاء الله. تفضلي، نأسف عن الخلل السابق، تفضلي أختي أخت التوار. والله أنا نحب نعقب على كلام أخويا مفتاح لبن بنغازي اللي يقول وقفوا جرافات. إذا كان ثوارنا وقفوا جرافات عشان يحمونا ويحموا أنفسهم ويحرروا بنغازي من الجيش اللي دار حفتر، الجيش شنو هو اللي قال عادي يعني الحاويات يخشن علينا؟ طيارات شنو؟ الجيش شنو؟ أنت أصلاً صار هو الجيش، وأنا عارف حلقة اليوم على الكفرة ونأسف يعني. تفضلي تفضلي أختي. معلش يعني هو الموضوع اليوم مش موضوع شور هيك، لكن اضطريت اني نتصل ونعقب على الكلام. بس الناس فاهمين ان في جيش، وين الجيش؟ الجيش من الجيش؟ كله شباب صغار غرروا بيهم. نعم بما انك اتصلتي والان انت معنا. نعم اختي اخت التوار، بما انك اتصلتي والان انت معنا على الخط، وان شاء الله ربي يفرج على الليبيين كلهم ويفرج على الكفرة، وان شاء الله كفر يحررها ثوارها، وكل منطقه فيك يا ليبيا حتحرر من الثوار، وكلها فتنه هي على 17 فبراير. بس ان شاء الله هي اقوى من الجميع، وبارك الله فيكم ونحب نشكركم، وتحيه خاصه ان شاء الله يكون يسمع فيها الاستاذ سعد العبيدي، يا ريت يدير مشاركات حتى هو يسمع فيك. يسمع فيك سعد العبيدي ونحييك. وعلي الشباب اللي معاكم حتى هم مقدمين في البرنامج، وبارك الله فيكم. شكرا اختي اخت التوار من بنغازي، وصل سلامك ونحن نحييك إن شاء الله. الحقيقة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في تساؤلنا لماذا أو لماذا السكوت عن الذي يجري في الكفرة. استمعنا إلى الآراء واستمعنا إلى التلخيصات، ربما وصلت رسالة أو الجواب عن هذا السؤال لماذا السكوت عن ما يجري في الكفرة. الآن الكفرة منذ 5 أيام تعيش في ظلام دامس، لا إمكانية لرجال الكهرباء أو فنيين من شركة الكهرباء الوصول إلى الأماكن الأعطال لإصلاحها نظرا لمنعهم. الكفرة قدمت نداءات استغاثة كثيرة إلى المؤتمر الوطني والحكومة، لكن استجاباتهم لم تكن الحقيقة بالقدر المطلوب. الكفرة أيضا تقول بأن القتال الدائر الآن في الكفرة هو قتال بين الليبيين، وأن هناك قوات خارجة من خارج ليبيا مدعومة بأجندات، أو أن وراءها أجندات فرنسية وإماراتية تدعمها لتفكيك أو لقطع هذا الجزء الغالي من ليبيا وهو الجنوب بشرقه وغربه. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. حفظ الله ليبيا، وتصبحون على وطن.